اليوم حنايا جينا في ندوة وطنية باش نعطيو رسالة وطنية، ليست رسالة محلية. اليوم الاهتمام بالواحات ماشي من أجل الواحات فقط، لا، من أجل البلاد كاملة، المغرب كامل. وهذا كيعني بأننا اليوم نقارب الواحات انطلاقا من نظرة منظوماتية سيستيماتيك، ماشي فقط الاهتمام بالواحات. اليوم ما يجب أن ينقد، ماشي وإنقاد الواحات، وإنما إنقاد كذلك أسلوب العيش الواحي، لأن الواحات لا تكتمل إلا بالمجتمعات التي تعيش في الواحات. فإذا حماية الواحة من الانضطار هي حماية أسلوب عيش الواحيين كذلك. وهذه مقاربة يعني كتنادي بواحد الالتقائية ما بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو سياسي. الإشكالات ديال الواحات هي ما غاديش ننفي وجود إشكالات طبيعية، وهي كتعلق بالتحولات المناخية، ولكن هذا لا يكفي. اختزال المشكل بالواحات في التغيرات المناخية مسألة اختزالية يعني، وتضييق نطاق الرؤية. المشكل ديال الواحات هو مشكل التدخل والأنشطة البشرية غير الملائمة لهاد البيئة والتاريخ، لا البيئة ولا الإنسان الواحد. فبزاف ديال الاقتراحات هي مهمة في تدبير الماء. الماء المشكل ديال الماء ماشي مشكل ندرة موليد طبيعي، المشكل هو التعامل مع الماء، كيفاش كنتعاملوا معه، شكون هي الأنظمة الاجتماعية التي كانت تدبر الماء، وما هي الأنظمة اليوم التي تدبر الماء. المشكل هو أن يتحول الماء من موليد طبيعي تداخل فيه البعد الاجتماعي والرمزي، ولا كيشكل الماء كيان كيتقاطعوا فيه هادو كاملين، لأن الماء ولا موليد طبيعي، ولات بضاعة سلعة. راه تسليع الماء هو المشكل عند لا مارشانديزاسيون ديال الماء، مشكل لأن المجتمع كيرفض هاد لا مارشانديزاسيون. هذا هو المشكل الكبير، ده مشكل اجتماعي وليس فقط مشكل موليد طبيعي أو مشكل اقتصادي.